بتأهل ما ضد فرنسا. الميوزيوم ديالتها الفيفا تعتبر أكبر منطقة للمشجعين هنا في الدوحة، موجودة في الكورنيش. إذن رانا أمام المدخل تاع المنطقة المشجعين اللي دايرتها الفيفا، وهذا أكبر منطقة للمشجعين هنايا في كأس العالم. واش فيها احنا قضوا 24 ساعة فيها، يعني ما راحش نخرجوا، وجاتنا فرصة باش نشجعوا المنتخب التونسي والمنتخب السعودي اللي راح يلعبوا في نفس اليوم. إذن أجواء اللي راح تكون ما نقولكمش أجمل من الملعب، لكن عندها طعمها الخاص، ويوصل العدد هنا تقريبا بعض الحين ل 30,000 40,000 متابع من هذه المنطقة، منطقة المشجعين، فراح تعيشوا أجواء أجمل من الملعب. يلا انطلقت المباراة الأولى على الساعة الواحدة زوالا، الجماهير التونسية كلها تترقب وتأمل في الفوز لتلعب بأكثر أريحية في المباراة القادمة ضد فرنسا، لكنها تلقت هدف مباغت. لكن هذا الهدف لم ينقص شيئا من عزيمة وإرادة والجرينطة التونسية التي وقودها هو الجمهور التونسي دائما. توالت المحاولات وأجريت بعض التغييرات في الشوط الثاني، دخول وهبي الخزري، لكن دفاع الدنمارك بقى صامدا وترك الجمهور التونسي في حاله. سبب الخساره متفائلين خير؟ فرنسا ان شاء الله. علاه علاه مازال امل صديقي جنس استراليا فرنسا، علاه كل شيء ممكن في كره القدم، كل شيء ممكن، بس فرنسا صعبه صح حسابيا. تونس مازالت النزعه الهجوميه ما كانتش كاينه للاسف. انا مازال متفائل خير ان شاء الله، علاش لا، كره القدم فيها كل شيء، مع فرنسا ممكن نعمل شيء، مع كوكا على بالي شراشه كاين داخل بيسجلنا لوحدنا، نشوفوا واش عندنا. عطونا هذا الكاس على بالي راهي طبل. شكرا جماعه، تصور. شكرا. من السعودية؟ لا السودانية. لا السودانية ما شاء الله. شكرا. بعد مباراة تونس حفلة، يعني ما يخلوكش قاعد تقعد هكا ولا تكره ولا تمن. مباشرة تكون المباراة فيستيفال حفل، يعني ما تملش قاعد. حتى التونسيين نساو خسارتهم، يعني قاعد يلهيو فيستيفال نساو خسارتهم. شباب ما جيناش نرقدوا هنايا، راح نشوفوا كاش نشاط نديروه ما بلا ما بدات المباراة تاع السعودية. ما عرفت وين نديكم، تبعوني. خدنا فكرة انك تدخل تلعب، لكن راح يعطوك واحد الفاس اللي هي اللي راح تراكي، يعني تشوف كامل التحركات تاعك، يعني تكنولوجيا. ومن بعد في نهاية المباراة تقعد 4 دقائق المباراة تسجل مجانا، في نهاية راح تعطيك التحركات اللي تحركتها في الملعب، يعني الملعب اللي غطيتها، المساحه اللي غطيتها، لكن على شكل ارت فن. شوفوا كيفاش، يعني غطيت هنا، غطيت هذا المكان، غطيت هذا المكان. بعد مباراة تونس انطلقت مباراة سعودية على الساعة 4، الحماس بادي على وجوه السعوديين. سعودية أو بولندا؟ سعودي. Where you from, brother? Sudan. Sudan? Yeah. Support Saudi? Yes. Inshallah. Argentina out, inshallah. Messi out now? Yeah, inshallah. Saudi and Argentina? Saudi and Messi. Oh, yeah. Salman Dusari or Lewandowski? I don't know if the fight will be between these two. Where are you from? Where are you from? Japan? Yes. I love Japan. 2-1, Alman. I'm going to support Japan next game. We drew. متحمسين؟ نعم اكيد. السعوديه وبولندا باذن الله اليوم راح يتاهل دور 16 باذن الله. ان شاء الله مع الارجنتين ما وصلت ان شاء الله. وي اوريدي كيك اوت ميسي اوت اوف ذا وورلد كاب، وي ويل كيك اوت لوندسك اليوم. نشوه الفوز على الارجنتين ما زالت لم تنتشي،
دخلت السعودية بقوة وأثبتت أن فوزها للأرجنتين لم يكن صدفة، لكن عدم التوفيق وقلة التركيز أمام المرمى والأخطاء الفردية جعلها تخسر المباراة. هولندا سجلت هدف شيشلس. لكن المستوى الذي قدمته جعلتنا نأمل ونتفائل بالتأهل للدور 16 إن شاء الله. حظ موفق للصقور في مباراة المكسيك التي ستكون قوية جدا. إذا جماعة بعد ما زرنا كوكاكولا أديداس تاني راه يدير هنايا نشاطات تاعها وحاطة أديداس تاعها، شوفوا لهنا ودخل التيشيرت أديداس تبيت فيهم، واكتشفت أنه تقدر تفرج تاني الماتش منا في مكان، شوفوا هذا شغل كيم ميوزيوم صغير كل بيكم وين يتفرجوا لي ماتش. هذه كاع في الفان باس تبغوا تدخلوا داخل بين تقريبا من 8 تاع الصباح حتى الخمسة تاع العشية، عاد راهي الخمسة هنا في الدوحة الظلمة تجي بكري، يعني المغرب عندهم بكري، الخمسة صايت ظلام كما راكم تشوفوا. فرانا في حوالي شحال قريب 12 ساعة، أنا بديت نحس بالتعب، لكن عندك ما تدير، شفنا كوكا كولا، دخلنا الأديداس هنايا، عندك مكان آخر تاني تقدر تفرج فيه اللي يعجبني بزاف. وثاني نقدروا نشوفوا واحد الميوزيوم تاع الفيفا دايرته، كاين مصلى تاع الرجال ومصلى تاع النساء واماكن تاع الوضوء. جماعه اذا صلينا صلاتنا الحمد لله نعاودوا نولوا نشوفوا المقابله في الفان فاسيبل. ما كاش شاشه عملاقه وحده برك، وانما كاين واحد الخمسه ولا سته، لكن كاع صغار شويه كيما هذه، يعني تلقى خمسه منها في الفان فاسيبل وواحده العملاقه اللي رانا نتفرجوا فيها احنا. جماعة هذا المونديال ما راكش يتعاود، يعني وفروا كل شيء باش يكون مونديال ناجح. شوف اول شيء عندك الفي ار اللي درت لكم عليه فيديو، روحوا شوفوا عالم اخر، عالم الميتافيرس. هنا اللي بغيت ترسم اي عالم من الالعاب من الاماكن المشاركه في كاس العالم. الكره شوفوا واش كاين، كاين التلفاز غير شكرا مرحبا بكم تونس والجزائر بلد واحد ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. جماعه ربحت التحدي نيمار اديها لك، اديها لك نيمار، انا اديها لك. جربنا القطرية، والقطرية هي الطيران اللي زاد 4 مرات كأحسن طيران في العالم. راني نشوف هذا الأشياء الملونة هنايا، أروح نروح نشوف وش فيها. دخلنا في الوسط. جماعة هذا المكان راح يخليك تحب كرة القدم أكثر وأكثر. كاين هنا حاجات انترتينمنت يعني تعترف فيه بزاف، منها بابي فود هكا تشوفوها كنسائي في بابي فود، منها أنك تاخذ صور مع المشاهير، تلعب ألعاب، كاين عدة ألعاب. هذه هي كرة القدم الرسمية تاع المونديال. نقولكم اي بوكسينغ شربنا بو هادي وعطاونا هادي، ما على مانيش شاول هادي سوفينير مونديال. ما تقدروا ديروا هادي ثاني، هادي اللعبه. فرنسا تسجل الهدف الاول ضد الدنمارك. شوفوا هذا اللي مورايا، هذا كعرب وكمسلمين، فشوفوا جا وقت الصلاه حبسوا المهرجان كامل كما تشوفوا مورايا براير تايم. What do you think about the Japan, Japan, right? Japan. One word about this word, this World Cup. I can speak English. Any word. Anyway. Japan. nice. مع المونديال وفي انطلاقته، كيف تشوف الأجواء؟ الأجواء جميلة شديدة، نحن حبينا إنه في بلد عربي.
فخورين جدا بقطر استضافه كاس العالم. قطر انجزت ما شاء الله، عملت اجواء رائعه. تشجع البرتغال؟ البرتغال. أصلاً وين فيهم؟ أصلاً بنغلاديش. بنغلاديش يا. تشجع الأرجنتين؟ يا أرجنتينا، بابا أرجنتينا. How do you feel? The vibes here. It's really really nice. Nice. Love it. Great. Let's go. Yes. Come on, guys. Neymar, Neymar, Messi, Messi. Messi, Messi. Neymar, Neymar. Messi, Messi. Neymar, Neymar. Messi, Messi. ألف قطر، ألف قطر. ميسي، ألف قطر. ميسي. ألف قطر، مبروك قطر. ألف قطر، مبروك قطر. ألف قطر، مبروك قطر. ألف قطر، مبروك قطر. ميوزيوم دايرتها الفيفا، راح تدخلوا تكتشفوا واش فيه، فيه جميع يعني كؤوس العالم من بدايه 1930. راح تشوفوا جميع تتويجات الفرق بكاس العالم من 1930 وين بدات لا كوب دي موند. هنا انطلق الحماس، من هنا انطلق الجنون، من هنا انطلقت كاس العالم 1930 في الاوروغواي حتى 2018، ودايرين دي بوستر يعني هكا صور فريمون يعبروا على هذيك الملحمه اللي صارت في هذيك كاس العالم. مع قصة الشعر تاع رونالدو تاع 2002 جامي ننساها. كاين غرفة هنايا اللي فيها إيكرون كبير وين تاني يستعرض لك ذكريات تاع كأس العالم، وفيها كأس العالم، أول كأس العالم في الأوروغواي، لأن هذه الكأس هي أول كأس العالم صممت في 1930 في الأوروغواي. شوفوا الشكل تاعها كيفاش داير، وسرقت مرتين. كيما هادو التيشيرت حقيقيين يعني تاع اللاعبين، وجايبين حتى البطاقة الصفراء في عام 1978 في كأس العالم. 1982 ملحمة خيخون، شوفوا في البوستر دايرين الجيري على ما اعتقد ماجير، ايه ماجير، شوفوا في البوستر، والبوستر يضم جميع اللاعبين اللي شاركوا في هذيك الدورة وتألقوا في هذيك الدورة. فالجزائر حاضرة، حاضرة في هذا الميزي 1982. اللي جمعنا هنا في الجناح تاع الاكل، وهذه الحاجة السلبية هنايا انه كل شيء غالي، تقريبا طرعامة ب 10 ريال، ما يعادل 3 دولار، اي ما يعادل 100 دراهمنا، لا 60 الف دراهمنا. الاكل هنايا ثمن الوجبة ما بين 25 ريال 30 ريال، اي ما بين 9 دولار 10 دولار، شوية غالي هنا الداخل. ونكملوا نهارنا صايب جديد متعب بزاف، باقي ماتش واحد ونتفرجوا اللي هو المكسيك مع الارجنتين. لعبة سعوديتا فرنسا هداوي كملت ربحت 2-1. جماعة وصل العدد هنا ل 33,000 واحد. إذا جماعة وصلنا لآخر الفيديو وآخر يوم هنا قضينا يوم كامل هنا في الفان فاستيفال. درنا نشاطات، تفرجنا تونس، تفرجنا السعودية، ما جابش ربي الخير، رانا تفرجنا بس فرنسا، دروك المكسيك رانا نكمل مع الأرجنتين. ف سو ها الأجواء بزاف غاشي جاو بزاف حتى ما بتمشى، فراح نخرجوا الآن. Thank you.